قول كل شي بقلبي وشو اللي صار. ما بخاف لو حكيت الجنة تقلب نار. شو بخاف احكي لك شي مرة عن عذابي، اشكي لك علي قهر شبابي. ما هالحقيقة ولو شي نهار. ما بخاف كون معك جريء أو ما انهار. شو بخاف ارضى باللي انكتب لي بحياتي، اصرخ وما حدا يسمع آهاتي. ما بخاف بحبك، انا بحبك. تطمني الله يوفقك يا فراس. ماشي ماشي، حمى بسيطة وان شاء الله هلا على الابرة بطيب. بحبك بحبك. ايش هو الحب هذا؟ لو صحت لستي ما ماتت. الله يوفقك، خلينا ناخذ له شو ندفي. قومي قومي. على يلا شو 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 أهلين ميس، كيفك أنتِ؟ تمام ماشي الحال. أنا بدي أقول لك شغلة كثير مهمة. خير شوفي؟ أكيد خير. بدي أقول لك شيء وكثير خجلانة. بدي أقول لك إنه غالب طلع بحبني. وبحبني كثير كثير كثير. وشو كمان؟ وهلا انا كثير خايفه وحاسه حالي عم احلم وما جا عبالي في هذا الحلم. لا يا ستي ما عم تحلمي، والدليل انك عم تحكي معي هلا. انا اسفه بعرف عم بزعجك، بس يعني حسيت انه لازم خبرك. طول الوقت شالجتك بقصصي وزعلي وما بعرف ايش، قلت لازم اقول لك شيء حلو وايجابي. ميس انت بتعرفي انه انا بتمنى لك كل خير، وباي وقت حابه تحكي معي لا تترددي. اكيد وشكرا كثير لك عن جد. لا هلا هدية كثير، ما في شكر بين الاصدقاء. اوكي يلا باي. الله معك. Thank you.
ما عدت قادر اقعد بهذا المكان ابدا يا زلمه. رح جن كل شي برفيع عم يذكرني بسوسن. وين ناوي تهرب وتتركنا؟ ناوي يطلع على هاد ايه ما بعرف. جنيت انا. برافو عليك، هذا هو الحل. بكره بمجرد ما بتوصل على اللاتية رح تنحل كل مشاكلك من اول لحظه. رح تنسى سوسن، تتجوز وحده احسن منها بكتير، وتعيش معها بثبات ونبات. يا زلمه انت شو قصتك؟ كل ما بحكي معك حديث جدي بدك تحوله مسخره. وانا بتمنى مره واحده تفكر بشكل واقعي بعيد عن رومانسياتك. بدي احكي لك قصه مطابقه لقصتك تماما. من 200 سنه كان في شخص محكوم بدوله من الدول مؤبد، وصار يبعث عشرات الرسائل للحاكم ليعفو عنه. بليلة من الليالي نزل الحاكم على الزنزانة وقال له للسجين: رح أعفي عنك بس بطريقة، في عندك باب سري بقلب السجن بيوصلك لبرا، إذا قدرت تطلع منه خلص نعفى عنك، حصلت على بدك يا معك من هون للصبح بدك تلاقي. حمل حاله ومشي الحاكم، قعد لقى أول باب هذا السجين فات فيه، وصل لآخرته مسدود رجع. بعد نص ساعة رجع لقى باب تاني كمان نفس الشي، فات لآخرته لقى مسدود رجع. هيك للصبح اجى الحاكم الصبح قال له: شو؟ قال له: ما في باب. قال له: هذا الباب الرئيسي، تركت لك اياه انا مفتوح، لو انك طالع منه كنت طلعت برا السجن. ما فهمت انا شيء على فكره، يعني وين وجه الشبه بين قصتي وهي القصه اللي عم تحكيها؟ هي عاشر مره بحكي لك ومانك عم تفهم علي. سوسن تركتك لانها خايفه عليك، والحل الوحيد انك تورجيها انك ابو ضاي وقت حالك وقادر تحميها وتحمي نفسك، بس انت دورت على كل الحلول الا هذا الحل. يا اخي على فرض حكيك صحيح، بس والله انا ماني بلطجي وما بحب هاي الاساليب الملتويه. يا رائد خلص لك، حليت القصه، ليش عم تناقشني؟ حمول حالك وطلع على الهدية. سوسن تعال شو؟ ان شاء الله مفكره اني نسيتكم انت وابني بشيء. والله لا طلع عيونكم، على العموم حسابكم قرب. روينا اللي مخلتي نلاي ليكي، ساوي لي كاسة بابوني، حطي لي حبة سكرين. حبيبي بلا ما تطلع لساعتك تعبان وما صرت منيح. مشي الحال، الحمد لله صرت منيح. طيب خلي هذا الظرف معك مشان تاخذ دواك بوقته، وإذا بدك أنا بتصل بذكرك. اسلم. شغلة تانية، فيني اليوم روح زور أهلي؟ عمل اللي بدك إياه. نايس. عيونا. شكرا لأنك وقفتي معي بمرضي. شو عم تحكي أنت؟ يا ريتك تحس فيني شوي. يا الله يا غالب قد إيه بحبك. بشرفي يا بشرفي، ومالك علي يمين. يوم تجي لعندي على المطعم قلبي من جوا بيفرح، بحس هيك البركه عبت المطعم. هون حطنا الجمال، وشو هي البركه اللي بدك اياها مني اليوم؟ قضيه الهام وفؤاد. ماشي طبيعي بعرف، مشان هيك نحن بحاجه لبركتك لحتى تمشي اسرع. كل هالقد مستعجل لحتى تشمت فيهم؟ بدي بلش بالمرحله الثانيه، وكل شيء عملته فيهم ماله طعم، ماله طعم منوب اذا ما كملت. حتى لو كنت مريض لازم تخبرني، لا تخلي الافكار الشيطانيه تلعب براسي. لحظه، شو هي شيطانيه ما شيطانيه؟ ترجمي لي اياها بالله. والله ما بعرف، فكرتك رجعت لست الحسن والجمال وبدك تتركني. صفاء، سيره مرتي ما بتجيبيها على لسانك منوب. ليش بقى؟ ما تكون شايفها احسن مني. ضفره فيكي. عن جد؟ يلي بيسمعك عم تحكي هيك بفكرك انك بتحبها ومو خاينه ولا مره. معي انا بس خاينه 100 مره لمرتك. اسمعي لالي، هذا اخر يوم نشتغل فيه مع بعض. ليك انا اسفه اذا عصبت شوي وزعجتك، بس لاني بحبك. صفاء، انا لما احكي كلمه بكون عم بعنيها. شو يعني؟ يعني اخر يوم نشتغل فيه مع بعضنا، واضحه؟ بدها شرح لسه اكثر؟ لما غالب قال لي انه رح يقلع صفاء من البيت حسيت الدنيا مو ساعدني. ميس انا ما بدي احبطك، وبنفس الوقت انا خايفه عليك كثير، بس ما بدي اياكي تحلمي كثير. تجربتك مع غالب ما انا مشجعه كانت. اي بس هلا كل شيء رح يتغير،
لك حتى لورس انتبه انه هو متغير معي وبحبني. يا حبيبتي ليش حدا فينا شك قديش بحبك غالب؟ ما المشكلة قديش بحبك، المشكلة انه مو قادر ينسى هديك القصة. سوسن شبكي ناقصني كركبة انا؟ بتعرفي انك شلشتيني وهلا بلش الفار يلعب بعبي شبكي؟ انا اسفة كتير، خلص انسي كل شي حكيته. يمكن نفسيتي التعبانة عم تخليني اشوف كل الدنيا سودا. شو القصة؟ من لما توفى المرحوم ما شفتك عم تتمرني. عملت حالي كتير. اي ماشي، بس شو يلي فايقك على هالقصة بعد سنين؟ لسه امبارح دموعك كانت مغرقة البيت. إذا متضايقة برجع ببكي. ها وين المشكلة؟ لا دخيلك، بس بدي أعرف شو سر هالصحوة المفاجئة. يعني في شي براسي ناوي عليه. الله يسترنا. وشو هو؟ كل شي بوقته حلو. طيب بدي أشرب قهوة، تشربي معي؟ حاسس حالي بحرب ما معي فيها قبل دافع عن حالي. صدقني حتى لو بكون معك مدفع رشاش ما فيك تعمل شيء قدام ماما. غلطانة كثير. لما بيكون في شرف بني آدمة بريئة بالنص كل هاي الاعتبارات ما بتعني لي، لأنه وقتها رح أوقف مع الحق. أنا مستعدة أعطيك سلاح قوي، بس بالأول بدك توعدني لو شو ما كانت الظروف ما تجيب سيرتي. أكيد. شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شايفك هون، شو جابك؟ جاي رجع الحقوق لاصحابها. اي حقوق؟ كلها، واولهم حق ميادة. لسه كثير رح تضحك، رح تضحك لما اقول لك اني بعرف كيف اشتغلت لاياتي. بلا بتعرف؟ ما شاء الله عنك، شوف هلا لحتى تعرفها. يعني بتعترف انه انت؟ قول لك شو انا عامل جريمة لعتاتلك؟ انا اللي سويت هيك ايه؟ هلا انت متأكد انك ابي؟ ولا مفكر انه هيك عم تحمينا وبتحبنا؟ على فكرة انت ما بتحب حدا بهي الدنيا كلها غير حالك. ايه؟ انت اناني، بتعرف بس تدعس على الناس. نحن ما بدنا هيك، نحن بس بدنا اياك تكون صح عشان نعرف نرفع راسنا فيك. اترك الباقي علينا. وعلى فكرة أنا رح روح أقول للأطباء إنه أنت اللي شوهت سمعتهم وأنت اللي رشيت الممرضات والممرضين، وخليهم هن يتصرفوا معك. فكرني إني خايف؟ لك أنا ما بخاف ولا؟ أنا الشيء اللي بدي ساويه بساويه وما بخاف. أنا ما بخاف منك منو؟ أنا بعرفك أنت ما بيطلع بإيدك تساوي شيء، لأنك خروق طلع من وشي. لا يا خروق. المشكلة إنه شو ما عملت بضلك أبي. وراي حبيبي. عفوا. يعني قصدي رايح مشوار بتأجل ولا؟ ليش شو في؟ قلنا زمان ما طلعنا انا وياك مشوار. والله مو فاضي. في عندي مشروع عم بدرسه.
ايه كثير منيح، معناها ضروري تاخذني معك لانه الالهام ما بيجيك الا اذا انا كنت موجوده. ماني بحاجه الهام، بكفيني الالهام تبع ابي. اسف حبيبي انا ما قصدي ذكرك فيها. ركزي شوي وبلع حركات المياه وما تاخذي وش زياده علي، مفهوم؟ على فكرة الصداقة شيء مهم كثير كثير كثير، بس فيكي ما تشوفي هذا الصديق يعني أيام أشهر حتى سنين، ممكن تكونوا بعاد عن بعض كثير، بس بلحظة من اللحظات إذا احتجتيه بيلبيكي، بيجي بوقف معك بيسندك. هيك بيقولوا لك الصديق عند الضيق. لا بس بالحب الموضوع مختلف كثير، يعني بالحب الاثنين بصيروا واحد. بتحسي انه ما بدك تبعدي عن هذا الشخص ثانيه واحده، ما بدك تبعدي عنه ويصير كل شيء مشترك. الحب ولك اتركي لي البطيخ من ايدك يا الله، اللي ساعه عم بحكي مالك معبرتيني يعني؟ لا شلون ماني معبرتك، عم بسمع كل كلمه عم تقولها. ايه هاتي لشوف شو كنت عم بحكي. كنت عم تقول انه الحب على مدى السنين لازم اثنين ما يلتقوا ولا يشوفوا بعض. ايه خلص 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 خلص، واضح انك عم تسمعيني. لك عم انزع معك، كنت عم تحكي هيك عن الصداقه. هاتي الموبايل لشوفها. هاتي صور بتعقل. ورجيني هدول الصور، هدول بيقرفوا. لا هيك هلا؟ هلا بورجيكي كيف بصير التصوير. روحي اسبقيني اركضي لهني، اركضي لحتى صورك. يلا وقفي وقفي اسبقي. لك وين نزلتي يا حرام؟ بلا غلاظة. الو. اهلين ميس، كيفك؟ والله مالي منيحة. لا لا خير، لسه بارد معي. معقول لأنه لسه ما صرنا زمان متصالحين؟ والله ما بقدر فيتك يا ميس، لأنه ما عندنا مقرر بالجامعة بيعالج حالة زوجك ومزاجيته. هذا اسمه قصور بالمناهج. حق بيدك، بوعدك بأول فرصة بس شوف عميد الجامعة خليه ينزل مقرر يعالج حالة زوجك. هلا بجد بجد، أنت شو رأيك؟ شو ساوي؟ أنا برأيي ما تفكر كثير، لأنه أولتها عن آخرتها رح يبين موقفه. يمكن مرتك تكون صادقة واللي صار معها صار هي وصغيرة. ممكن، بس أنا ما عم تزبط معي. لكن كيف عرضت علي الزواج وأنا متزوجة اثنين قبلك؟ لا لا، أنت وضع تاني، أنت تجوزتي بالحلال وما نسقتي ورا شهواتك. ما عم بقدر اقتنع، شو الفرق؟ الفرق كبير، اللي بتنساق ورا شهواتها مرة ممكن تنساق ألف مرة، يعني من الآخر ممكن تخون وتحس حالها ما عملت شيء. فيها وجهة نظر،
بس دقيقة. الو، اهلين عصام. اليوم عندي شغلة ضرورية وما في اجي. خلص بكرة ان شاء الله. اوكي باي. هذا عصام اللي بشتغل عنده بالبوتيك. دحام كبر عقلك، يعني معقولة انا عدلت بقصة انا مشتركة فيها؟ لك مين اللي خبره؟ ما بعرف ولا بحس حدا بزمتي. على كل حال مو مشكلة، رح اعرف انا وساعتها اخلي الشياطين السود تتشفع له. مو هذا المهم هلا، المهم تتفاهم مع الدكتور نورس قبل ما يفضحنا. ولك لا تخافي من نورس، هذا طفل صغير. بعد غيره كان ببوت ايدي ورجلي ليل نهار على الشيء اللي سويت له اياه. ممكن اسالك سؤال وبعدك يضل الجواب بيني وبينك؟ شو هو؟ انت فعلا طلعت هالاشاعه عن ميادة؟ ليش عم تساليني لحتى تروحي تخبريه؟ لا والله. على كل حال خبريه ما بتفرق معي، بالعكس احسن. خبريه وقولي له انه هي ضربه كثير صغيره قدام الضربات الكبيره اللي لسه جايته. بترجاك ما تجور عليه. ولك قلت لك لا تخافي منه، هذا طفل، طفل بحياته ما بصير رجال. شو بكي؟ عن جد زودتيها؟ في حدا بيتمرن بالليل؟ شو فكرة انتي القصة سهلة؟ عضلاتي نايمين صلن سنين، ولما عم نروح نمشي الصباح عم نقضيها نص الوقت حكي، ما عم بستفيد شي. وانتي قلتيها، يعني ما معقول بين يوم وليلة ترجعي مثل الأول، على شو مستعجلة؟ في شي براسي وبدي ساوي، وانتي صرتي بتعرفيني. لما بيكون في شي براسي حاططه بدي أعمله. شو ناوية هلا؟ انتي شو فيقك هلا؟ شفت كابوس عني وما عاد قدرت أرجع نام. روحي روحي ارجعي نامي حبيبتي، قد ما كوبستي أهون بكتير من اللي أنا عم عيشه هلا. خلصنا بقى، شيل هالقصة من بالي، هذا الزلمة انتي مالك قده. حبيبتي لا تخوفيني عليكي، شوفي حالك بالمراية، شوفي وجهك قد ايه تعبان، ارحمي حالك. أنا قصتي ماشي. أبو نوراس، شو قصتك إلك يومين مو على بعضها؟ لا ما في شيء. أبو نوارس، لو خلصنا بقى أنت الثاني إيه؟ شو العمى؟ الواحد يربي كلب أحسن ما يربي ولد. معناتها نوراس إني مضايقك. عم يهددني، عم يهددني الحيوان كرمال عشيته. وحياة عيونك يا كبير، انت بس قشر وخلال 10 دقائق بكسر لهم عيونهم اثنيناتهم. بس انا عاجز ولا؟ اعوذ بالله. انت بتعرف انا بدقيقة بفرمه فرم. حلال يا قلبي، في بعيونه كره وحقد علي. زعما بحياتي ما شفتهم من حدا غريب. روقة بروقة، وحياة عيونك ما بصير الا اللي على خاطره. خليني اسلك طاقتك. لا لا ما في داعي عن جد. شو انا الدكتور ولا انت؟ ليك شلون وشك اصفر؟ يعني واضح لا عم تاكلي ولا عم تديري بالك على حالك. انا مو جسمي التعبان، قلبي وعقلي. شو نسيان انه احنا عايشين بمجتمع ناطر الوحدة على غلطه؟ واذا غلطت يا لطيف معناتها كفرت. ما بكفي اني اكون شريفه من جوا، لا لازم كمان العالم تشوفك شريف. صدقيني انا حاسس فيك.
اكثر جمله بتستفزني لما تقلي حاسس فيكي. لك مشان الله بشو حاسس نورس؟ اه حاسس انه ابوك طعمني باغلى شيء بملكه. مياده لا تظلميني بهالحكي، انا من جوا عم بنحرق من شانك، بس كمان انا واجبي اني هديكي. انت رجال، قد ما حسيت ما حتوصل لشعوري. عم تفهم ابوك بشو طعمني؟ بعرف. لما كنت مراهقة ما عشت طفولتي ولا حبيت وعشقت مثل هالبنات، خفت على حالي كرمال ما ينحك علي. وكمان لما توفى ابوها لريهام جبت اختي هيفا تقعد عندي كرمال العالم، ومع هيك ما خلصت. حاجة تكبري القصة، العالم كلها بتعرف مين انتي وشو تربايتك. حاجتك بقى، العالم بتنسى محاسنك كلها عند اول غلطة. يا ميادة كرمال الله حاججناك، يعني حتى اذا افترضت معك انه العالم صدقت هذا الحكي بكره بينسوا. تلي ينسوا؟ العالم بتنسى كل شيء الا الشيء اللي عايشه عليه، اللت والعجل. خلصنا بقى، مو كل اصابيعك مثل بعضها. مزبوط، ممكن يجي كم حدا ينسى ويرجع حدا يذكرهم، هيك بصير تسلاهي على فنجان قهوه مثلا. طيب معك حق، هلا انت شوفي ببالك قولي لي. أنا ما راح أرتاح لحتى آخذ حقي وحق كل بنت شريفة حتى عليها واحد مثل أبوك. ولا يا سيدي، مو بس البنت الشريفة، حتى البنات العاطلين بدي آخذ لهم حقهم، لأنه واحد مثل أبوك تاجر بسمعتهم. معك حق، معك حق بكل شيء عم تقولي، وأنا راح ساعدك. ما في داعي. ما بصير يكون ما في داعي، يعني إذا افترضنا إنه أنا ما بحبك بس أنا السبب اللي صار فيك، أعطيني فرصة لحتى أصلح غلطي. بتكون معي بس بشرط. شو؟ ما بتسألني أي سؤال ما بدي جاوب عليه، بس بتساعدني وبالوقت المناسب بحكي لك كل شيء، ما تضغط علي. يا ستي موافق، بس على الأقل بدك تستشيريني كصديق، يعني لا تشغلي لي بالي عليك. حبيبي كل مرة تختاري سبب شكل لزيارتك لعنا على المحل. فيني أعرف هالمرة شو سبب تشريفك؟ بحبك كثير. حلو كثير، ليك رايد الله يعينك إذا ما كان في سبب حقيقي لجيتك. ليش هاد شو؟ مو سبب حقيقي؟ الزباين لفوق راسي يا بتحكي يا بتطلع. عن جد في سبب مهم؟ بجد يا ريت تحكي. بدي منك خدمة. تفضل. ما عم تعبان كتير، في مشكلة صغيرة صار بينه وبين سوسن ومصممة تتركه. وإذا المشكلة صغيرة ليش حتى تتركه؟ ما هالمجنن. يعني أنت بدك ياني أتدخل ولا بس أعرف شو السبب؟ إذا بصيروا الاثنين يا ريت. ممكن إيه، بس الله يخليكي بأسرع وقت، عن جد ما عم تعبان. خلص خلص بحاول، أنا بدي أعتذر منك ورح أشغل الزباين عن جد كتير. شدوني همتكم بقى، لإمتى بدكم تضلوا مخطوبين؟ والله أنا من جهتي بتمنى اليوم قبل بكرة، وأنت بتعرفي هذا الشيء، شكرا. بعرف، قصدي يعني شد عليها شوي لمنى. شد على منى؟ ما بينفع هذا الشيء، حضرتك ما قدرتي تشدي عليها. إيه أنت غير. يا ريت. في شي مشاكل بيناتكم؟ هلا وضعنا احسن من اول، بس بتوقع باي لحظه ممكن تنهي اي شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. كل مره بفتح فيها سيزا العرس مدري شو بصير لها، بتخلق مشكله بدون سبب، بحس انه جواتها رافضه الفكره. لا لا ابني ما بصير. لكن ليش عم تعمل هيك؟ خايفة. خايفة؟ من شو؟ تكون مثل أبوها وتعذبها مثل ما كان يعذبني. أنا السبب، كنت طول الوقت أحكي لها عن ظلمه لإلي، عن مشاكله معي،
ما كان لازم يحكي لها شيء. لا لا تحكي هيك، والله انت احلى وافضل ام بالعالم. الله يخليك عادل، حن عليها، وقف جنبها، لا يغرقك مصارها وقسوتها من برا. هي من جوا طيوبة كتير ومسكينة أكتر ما بتتصور. تأمري من عيوني. موافقة. بعرف، عم بتصل لحتى أعرف طلباتك. يا سلام على التواضع. بعدين امدحيني، هلأ خلينا بطلباتك. أول شي ما بتحكيني عن الماضي. ماشي موافق، غيره؟ بتدللني كتير وأكيد ما بترفض لي طلب، وبتعوضني عن عذابات الماضي كله. اتفقنا ما نجيب سيرة الماضي. أنت ما تجيب سيرته، أنا شو ما بدي بحكي لك. حاضر، أي طلبات تانية؟ إذا لا سمح الله وما قدرنا نكمل، بدك تطلقني وبترجاك عن جد ما تعذبني. عمر، هاي الكلمة ما بدي اسمعها مرة تانية، الله يخليكي. لا أنا قلت لا سمح الله. حتى لو هذا الاحتمال بتشيليه من راسك نهائي. أمرك. ما يأمر عليكي غيري. ليكي حضري لي حالك نكتب بالكتاب. ها طيب، بس لا أنهي أموري بالشغل. روحي على الشغل، ما عاد فيه، دقيله وخبريه. كمان أمرك. تعبان كثير. ما بعرف، هيك قال لي رايد. أنا حسيته تعبان كثير بآخر اتصال. لك يا حبيبتي يا روحي يا عيني، إذا بتحبي هالقد ومتعلقة فيه لهالدرجة، ليش مصرة تنفصلي عنه؟ حتى أحميه من خالك وابن خالك. إيه خلص، إذا مقتنعة لهالدرجة إنه ما لازم نضلوا مع بعض، خلص. الكلام سهل، أنت هيك بتقولي. سوسان، هيك أنت بدك تضيعي حالك، إذا بدك تضلي عم تفكري فيه، حبه بقلبك رح يكبر أكتر وأكتر، بنفس الوقت يلي بيكون هو عم ينساكي فيه. معا مستحيل ينساني. لا يا ستي، بينساكي بينساكي، بكره بنات اللاذقية رح ينسوه الدنيا باللي فيها. ليش معا رايح على اللاذقية؟ ايه بده يسافر، قال ما بيقدر تكوني انت وياه بنفس المكان وما تشوفوا بعض. كرمال الله طولي بالي. خلص بقى سوسان، هدي شوي. هلا اهلك بشوفوكي عم تبكي، شو بكي؟ معلش خليهم يشوفوا شو عملوا فيه. معنا حاج ضايق حالك، صدقني هي الخسرانه. زلمه ما عم بقدر استوعب اللي صار. لك حاسس حالي بكابوس ما راح فيق منه. لا بتقدر، يلي بيشوفنا بعين بنشوفه بعينتين. شباب فكر اتصل لمنى افهم منك كل شيء. صدقني ما حلوه بحقك. فهم علي، انا اصلا سالتك كل الاسئله اللي ممكن تخطر على بالك، والقصه محسومه من عند سوسن. الله ييسر لها. شو بينفع السفر إذا قلبي وروحي تركوني وراحوا؟ ألو؟ ما كان في داعي تسافر. ما قدرت أبقى بمكان إلي معك فيه بكل شبر ذكرى. بس السفر ماله حل. طلبي مني أرجع، برجع فوراً. لما بدك ترجع ارجع كرمال حالك، ما بدي اياك ترجع كرمال. انا ما عاد بدي احب حدا مين ما كان يكون، ولا عاد اصدق اي وعد. اجا اخي سامر، باي. هيئة المحكمة الموقرة بناء على كل ما سبق
يمكن الجزم أن ما أورده الزميل ممثل النيابة العامة من وقائع اعتبرها اختلاسات هي ليست في واقع الأمر سوى أخطاء غير مقصودة ارتكبتها موكلتي بسبب عدم تقديرها الصحيح للأمور، وبناء عليه ولما ترونه عطفا من قبلكم ألتمس تبرئة موكلتي من التهم الموجهة إليها وأطلاق سراحها، ولكم جزيل الشكر. نرفع الأوراق للتدقيق والمداولة والنطق بالحكم. ايه طمني. خلاص طلعناها من موضوع روعة وفوتناها بقصص على بالرشاوي والاختلاسات وبيع أراضي ملك دولة. يعني عليك، يعني قديت العدل الحكي؟ 5 سنوات، يعني يمكن سنة أكثر سنة أقل. خير وبركة. بس هاي البركة حقها غالية. قد ما بتأمر من عيوني. لا من خزنتك. يعني عليك دون أمك خبيب. طوارح مسافر. خير لوين مسافر؟ شهر عسل. غالب شو عم تحكي؟ ميس، أنا بحب واحدة تانية واليوم عرسنا. بس أنت من يومين كنت عم تقلي. من يومين قلت لك، وبعد يومين رح أقول لك، وبعد 100 سنة رح أقول لك، علاقتنا أنا وياك انتهت، نقطة انتهى، أنت صرتي ماضي. رح أتمك كل عمرك جارية، جارية وبس. غالب بترجاك. لا 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 تترجيني ولا شيء، الله يخليكي. أصلاً أنا مخليكي عندي مشان يمشي شغلي مع خالي. الشغلة الثانية مشان هالطفل اللي ببطنك، إن كان بنت أو صبي، بس يكبر ما يقولوا له أمك كيف كانت. اسألي مية. خلص بلا. ده بلغ العظا، شو بدك تسألي؟ خلص والله الموضوع سخيف بلا. بشرفك احكي، بزعل منك وحياة غالب بزعل. ممكن تتجوز على أي مرة تانية؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ عن جد إنك غليظة وبايخة وأنا ماشي. لا لا غالب. معقولة؟ واحد كم إحساس عنده؟ كم قلب؟ عندي قلب واحد. القلب إلك ملكك. خلص خلص، شو بك انبحثت؟ عم اسألك هيك لأنه ما خطر ببالي اسألها، يعني بعدين انت بحق لها تتجوز مرة واثنين وثلاثة. اي لا بقى ولو عن جد عن جد زودتيها، معقول تفكري بهالمنطقة انت ب 2016؟ عم تضحكي كمان؟ اي انا كثير مبسوطة لأنه هلا وصلني حقي، متأكد قديش انت بتحبني. عن جد عن جد نايس، بزعل منك اذا بتمزح هيك بس، ولا تحكي لي هيك قصص ما يخ الله يخليك. حباك. لا ما بتحبيني. هلا هيك؟ شفتي شلون بصير بالثاني لما يمزح الاولاني مع الثاني؟ الله لا يحرمني منك. موت فيه.